من رفح جنوبي قطاع غزة تنضم إلينا منى عوكل مراسلتنا. منى، كيف تبدو الصورة على مستوى خطط وخارطة التوغل من جانب قوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة، وكذلك على مستوى الاستهدافات المتتالية بقصف المدفعية أو بطيران الاحتلال؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. بطبيعة الحال، الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس أعلن عن سحب 5 ألوية من مناطق مختلفة، تحديدا من مدينة غزة، غرب مدينة غزة تحديدا. على الرغم من ذلك، يعني ما زالت الاجتياحات مستمرة في عدد من المحاور، ربما تتركز هذه الاجتياحات في منطقة الزيتون في هذه الوقت، وبالإضافة إلى مناطق شرق وسط قطاع غزة، المغازي والبريج، بالإضافة إلى منطقة خان يونس. هذه ربما أهم المحاور التي الآن تدور فيها اشتباكات المقاومة الفلسطينية. كانت قد أعلنت قبل قليل بأنها استهدفت 5 من الآليات العسكرية المتوغلة في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى استهدافها أيضا لآليات، عدد كبير من الآليات لم يتم تحديد ربما العدد، في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. والحديث من قبل المقاومة الفلسطينية عن إيقاع أعداد كبيرة من القتلى بين جنود الاحتلال الإسرائيليين، بالإضافة إلى يعني دمار بين الآليات العسكرية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاول التوغل في محاور الشرقية للمنطقة الوسطى، تحديدا البريج والنصيرات. هذا يتزامن مع استهدافات مستمرة لمنطقة النصيرات ودير البلح بشكل متزامن، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية. عمليا هذا المحور على ما يبدو بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقع بأن تكون فيه يعني المواجهات ضارية، وبأن يكون هناك صعوبة في اقتحامه، وبالتالي تم تأخير العملية إلى وقت حتى وقت قريب، بالإضافة إلى أنه منذ البداية كان يتوقع بأن المعارك قد تكون أكثر دراوة في منطقة خان يونس، وبالتالي وجه يعني غالبية وحداته إلى منطقة خان يونس. أيضا جحر الديك التي ما زالت يعني أيضا جنوب وسط قطاع غزة، حتى شرق وسط قطاع غزة، حتى الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول يعني من التوغل البري دخل إليها، وحتى الآن لم يتمكن من السيطرة على هذه المنطقة، على الرغم من أنها منطقة يعني كان يتم الحديث عنها باعتبار أنها خاصرة رخوة، يعني لا توجد فيها مباني سكنية كثيرة وغير مأهولة بسكان بشكل كبير، لا توجد كثافة، بالتالي يعني كان من المتوقع أن تكون هذه المنطقة منطقة سهلة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للاقتحام، لكن لم يكن سهلا، وحتى الآن هناك معارك تجري هناك، والكثير من الأضرار والخسائر تلحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المواجهات والاستهدافات التي تجري في تلك المنطقة. في منطقة خان يونس حتى الآن، على الرغم من مرور أسابيع، جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول الوصول إلى قلب مدينة خان يونس، تحديدا إلى ربما محيط مجمع ناصر الطبي، لكن الحديث من قبل جيش الاحتلال أنه هذه المحاور التي يدخل من خلالها الجيش في مناطق خان يونس تعتبر أو تشهد معارك الأكثر ضراوة في بين كل مناطق قطاع غزة، على الرغم من أنه يعني أيضا كان قد يعني تحدث عن أنه بحاجة إلى عدد من الأسابيع، لكن هذه المهلة تمتد شيئا فشيئا، وفقا لكون أن الأهداف التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتحقق حتى الآن، وبالتالي الاشتباكات متواصلة في كل المنطقة الحدودية تقريبا من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أماكن التوغل لقوات الاحتلال. عمليا الاستهدافات أيضا عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت مستمرة، أهداف عديدة. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في منطقة البريج أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. أيضا في منطقة الصفطاوي كان هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، ويعني وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن هناك حديث عن أنه خلال 24 ساعة جرت أكثر من 14 مجزرة. مجزرة، عندما نتحدث عن مجزرة هذا يعني بأننا نتحدث عن شهيد واثنين. الحديث عن أعداد إجمالي عدد الشهداء خلال هذه المجازر ما لا يقل عن 165 شهيد وأكثر من 250 جريحا، وهذه
هذه الاستهدافات ما زالت مستمرة. المناطق الشرقية لقطاع غزة أيضا عفوا الغربية ما زالت تستهدف من خلال البوارج الحربية الإسرائيلية. خلال وسط هذا النهار كان هناك استهداف لمنطقة غرب النصيرات، الأمر الذي أدى إلى سقوط شهيد بين الصيادين. طيب منى، بمناسبة الحديث عن التوزيع المناطقي للاستهدافات، جباليا سواء كانت جباليا البلد أو المخيم سويت تقريبا بالأرض في الجانب الأكبر منها مع استمرار وتوالي قصف قوات الاحتلال والاستهداف عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية. كيف يمكن فهم أن الصواريخ لا تزال تطلق من قلب جباليا وصولا إلى تل أبيب، وهذا ما كان حاصلا في الدقيقة الأولى من هذا العام كما تابعنا بالأمس، وفق حتى التقارير الإسرائيلية بأن الصواريخ كان مصدرها مخيم جباليا؟ صحيح، يعني هذه رسائل قوية جدا من قبل الفصائل الفلسطينية أن تطلق هذه الصواريخ بهذا العدد بعد تصريح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعني تضاءلت أو تقلصت أعداد الصواريخ التي تطلق، وكان الحديث عن معدل 14 صاروخا خلال اليوم بالفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق هذه الصواريخ تحديدا من مخيم جباليا، هذا المخيم الذي أخذ وقتا طويلا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة التوغل والنسف مربعات كاملة. كان هناك عمليات ربما استثنائية في هذه المنطقة، إن كان عمليات عسكرية على أرض الواقع، إن كان اختطاف، إن كان إخلاء للمنازل من السكان أو حتى هدمها على رؤوس سكانها. وبالتالي الفصائل الفلسطينية تؤكد من خلال هذه الرشقة الصاروخية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق حتى هذا الهدف، حتى يعني وهذا بالمناسبة هذا أمر اعتدنا عليه من الفصائل الفلسطينية في كل المواجهات التي كانت تحدث خلال الفترات الماضية. المناطق التي تستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكون أكثر مناطق يتم إطلاق الصواريخ منها، وهو تحدي واضح للاحتلال الإسرائيلي وإيصال رسائل مفادها بأن كل ما تحاولون قيام به إن كان على الأرض أو عبر استهدافات جوية أو برية أو حتى بحرية لم يوصلكم ولا حتى لهدف بسيط من أهدافكم، وما زالت تطلق الصواريخ حتى من أماكن وجود الجيش أو التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يتحدث عن أنه سيطر عليها ويتحدث عن أنه تمكن من تمشيطها بشكل كامل. يعني حتى الآن لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من إثبات ولا حتى يعني تصريح واحد كان قد أدلى به. وربما خلال الفترة الماضية صحيفة يدعوت أحرونوت كانت قد تحدث خلال يعني تحقيقات لها بأنه منذ بداية هذه الحرب، منذ 7 أكتوبر، جيش الاحتلال كان قد أو يعني على الأصح الحكومة الإسرائيلية كانت قد وضعت أهدافا باستخدام مصطلحات أكبر من أن يتم تحقيقها على الأرض، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي منها، كمصطلح القضاء على حماس، كمصطلح يعني تهجير الفلسطينيين، كمصطلح احتلال بعض المناطق، يعني كلها مصطلحات كبيرة جدا أكبر من أن يتم تطبيقها على الأرض، وبالتالي هي رفعت سقف هذه الحرب. طيب على الرغم منى، فقط أنا سأشير إلى هذه الصورة لأنك أشرت في البداية عن خارطة الاستهدافات الإسرائيلية وتحدثت عن البريج وعن المغازي وكذلك عن النصيرات في وسط القطاع، وهذه الصورة التي بدأت معنا منذ انضمامك إلينا على الهواء مباشرة عن يمين الصورة كما يعرض الزملاء لهذه الصور لانبعاث الدخان الأسود الكثيف الذي لا يزال يغطي سماء هذه المنطقة التي تشير فيها وفق جغرافيتها إلى مناطق وسط قطاع غزة ربما تكون ضمن هذه الاستهدافات وسلتها. أخيرا منى باختصار لو سمحتي، المناطق التي قام فيها جيش الاحتلال بسحب بعض قواته وأفراده وتحديدا في مناطق حي الشيخ رضوان وبعض الأحياء الأخرى التي اضطر معها جيش الاحتلال إلى سحب بعض قواته، كيف تبدو الصورة؟ كيف تنقل الأنباء من هذه المناطق تباعا؟ بداية دعني أعود إلى الصورة التي تحدثت عنها وهي صورة أعمدة الدخان المتصاعدة. عمليا يعني بعد الحديث بعد تصريحات الفصائل الفلسطينية عن تدمير عدد من الآليات العسكرية في مناطق وسط قطاع غزة، يعني قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل دخانية بشكل كثيف جدا في مناطق التي جرت بها الاستهدافات، بالإضافة إلى المناطق الشرقية طول الحدود الشرقية. المنطقة الوسطى هي الآن تتعرض لقنابل دخانية كثيفة فيما يبدو بأنها محاولة لسحب يعني المصابين من مناطق الاستهداف أو حتى من باب التمويه وتنفيذ تكتيكي لعملية انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بالمناطق التي تحدث
أثر جيش عن أنه انسحب منها 5 ألوية تحديدا. هذه المناطق هي منطقة الرمال، النصر، الجلاء، بعض مناطق القوسي، ومعظمها يعني مناطق غرب مدينة غزة، تحديدا غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى يعني قلب أيضا منطقة تل الهوى. هذه المناطق قال الجيش الاحتلال بأنه انسحب منها، هناك محاولات من قبل المواطنين للدخول إليها، لكن الاحتلال حتى الآن لم ينسحب من منطقة إلا وعاد ودخل إليها مرة أخرى. هو انسحاب تكتيكي، ينسحب على الأرض، لكن تبقى طائرات الاحتلال الإسرائيلية في السماء ترصد من يتحرك، تحديدا طائرات كواد كابتر التي يعني تنقل صورة مباشرة من سماء قطاع غزة في المناطق التي يتم التحرك إليها. وللتأكيد يعني عدد كبير من المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أن عاد إليها السكان حتى تم استهدافهم عبر طائرات الاستطلاع وقتلوا على الفور. وبالتالي هو يعني مجرد انسحابات في الميدان، لكن هذا لا يعني بأنها أصبحت أماكن آمنة، وبالتالي هو بالأساس ترك هذه الأماكن حتى وإن أعلن انسحابه منها كما أشرتي منى، تركها تقريبا وقد سويت بالأرض في معظمها إن لم تكن بأكملها. منى عوكل مراسلتنا من غزة، من مدينة رفح تحديدا جنوبي قطاع غزة، أشكرك.